كي بدا العصير ديال الزيتون في 10/11 تقريبا 10/11 الزيت كتخرج من المعصره ب 50 درهم 55 درهم بالنسبه للزباين. زعما حاليا زعما طورنا عمليه العصر الزيتون بس تحسين شويه الجوده وتحسين ديال تكون الجوده عند الزباين تكون جوده في الزيت ما تكونش فيها الحموضه. الزيتون دابا داير 114 في القنطار في السوق وتنطحنوه تقريبا ب 1000 ريال القنطار هي 15 باش تيتقن تنجيبوه تنزلوه قدام برا قدام سميتو برا تلوحوا للمطحنه عاد من المطحنه تيدوز للمراكسون من المراكسون تندوزو للكريكات كما تشوفي تيتعصر عاد تيجي للشوارج ومن الشوارج عاد تنخرجو تيدوز في الصفاي باش تعطي تكون فيها جوده مزيانه وخص الزيتون يكون فيه ما يفوتش يومين باش يعطي الجوده مزيانه. في هذه المنطقه كاين جوج انواع ديال الزيتون. النوع الاول هو النوع اللي عندنا قديم معروف في المغرب الاصيلي هو النوع ديال كيتسمى بيجولين ماروكان هو زعما هو اللي من عندنا بزاف اللي معروف بزاف. وفي من التسعينات لهنايا كان واحد البروجي ديال واد الثرو كان في المنطقه في هذه المنطقه هذيك هو اللي زاد النوع اللي كيتسمى الذهبيه. ولكن عندها شويه الزيت ناقصه شويه في الجوده ديالها غلا ناقصه بزاف الان الزيتون بصفه عامه الموضوع ديال الانتاج ناقص بزاف يلا تكون لك 30% ولا 35% كاع ما فايتهاش كاع هذا الزيت الزيتون ولو الناس كل عام كيزادوا الكليان كل عام كيزادوا فدابا كاين كليان كيدي في هذا العام كيدي كان كيدي 10 لتر ولا كيدي 20 كيدي 20 ولا كيدي 40 ولا كيدي 40 ولا كيدي 80 ولا ما ولاد بنادم كيوعى بزيت العود بزاف